قم بتبسيط 3 ضرب الجذر التربيعي ل 500 إكس للقوة 3. وما سنفعله هنا هو أن نحلل العدد الموجود داخل رمز الجذر إلى عوامله الأولية التي تعتبر مربعات كاملة، بحيث يمكننا أخذ هذه العوامل، أما الباقي أو ما يعتبر مربعات غير كاملة فيمكن أن نتركها داخل الجذر. وعلينا أن نتذكر أن الجذر التربيعي الأساسي، أي هذا الرمز هنا، يعني الجذر التربيعي الموجب لهذا العدد. دعونا إذا نفكر في المسألة لنرى إذا كان يمكن تحليل 500 إكس للقوة 3 إلى عوامل تعبر عن مربعات كاملة وأخرى غير كاملة. الآن يمكننا البدء بالتحليل إلى العوامل، ولربما ستحصل على مربعات كاملة. إذا 500 تقبل القسمة على 5، وهي عبارة عن 5 ضرب 100، ولربما تدرك أن 100 عبارة عن مربع كامل وهي 10 ضرب 10. وإذا لم تكن تدرك ذلك فيمكنك الاستمرار بالتحليل إلى العوامل. 100 تساوي 2 ضرب 50، 50 تساوي 2 ضرب 25، و 25 تساوي 5 ضرب 5. وسترى المربعات الكاملة هنا، ستجد أنها 2 مكررة مرتين و 5 مكررة مرتين أيضا. بالتالي يمكن أن تقول أن 100 عبارة عن 10 ضرب 10 أو 2 تربيع ضرب 5 تربيع، كلا الصورتين صحيح. الآن x للقوة 3، ومن الواضح أنه نفس الشيء، x للقوة 3 يساوي x تربيع ضرب x، أي أنه ناتج مربع كامل مضروب بمربع غير كامل. إذن دعونا نعيد كتابة هذه الأعداد الموجودة داخل رمز الجذر. هذا يساوي 3 ضرب، سأترك مساحة فارغة هنا، 3 ضرب، يمكن كتابة 500 ك 100 ضرب 5، و 100 يمكن كتابتها ك 10 للقوة 2، إذن سأكتبها 10 للقوة 2 أو 10 تربيع، حيث أن هذا سيساعدكم على الفهم على أنه مربع كامل، إذن سأكتب هذا هنا. 10 للقوة 2 ضرب 5، 10 للقوة 2 ضرب 5، هذه هي 500. الآن سأعيد كتابة x للقوة 3، وهي x تربيع ضرب x، إذن x تربيع ضرب x. ودعوني أمد خط رمز الجذر هكذا. ونعلم من الخصائص الأساسية للأسس، حيث سنقوم باستخدامها الآن، أن أخذ الجذر التربيعي لعدد ما يعادل أخذ جذر كل عبارة على حدة. إذن هذا يساوي 3 ضرب الجذر التربيعي لعشرة تربيع ضرب الجذر التربيعي لخمسة ضرب الجذر التربيعي لإكس تربيع ضرب الجذر التربيعي لإكس. والآن بإمكاننا تبسيط كل هذا. الجذر التربيعي لعشرة تربيع أو الجذر التربيعي لمئة يساوي موجب عشرة، وناقص عشرة أيضا صحيحة، لكن بما أننا نأخذ الجذر الأساسي فسنهتم للجذر التربيعي الموجب فقط. وخمسة ليس مربع كامل، إذن سنتركها تحت الجذر فتبقى كما هي الجذر التربيعي لخمسة. الجذر التربيعي لإكس تربيع، لقد رأينا أمثلة مشابهة لهذا عدة مرات، وربما ستقول أنه إكس الجذر التربيعي لإكس تربيع هو إكس، لكن ماذا لو كانت إكس سالبة؟ لنفترض أن إكس تساوي ناقص 2، بالتالي إكس تربيع تساوي 4، والجذر التربيعي لأربعة يساوي 2، أي الجذر التربيعي الموجب. إذن لا يمكن أن نقول أن هذا يساوي إكس، بل في هذه الحالة نقول أنه يساوي القيمة المطلقة لإكس. إذن نقول أنه يساوي، بغض النظر إذا كانت موجبة أو سالبة، فنحن نريد القيمة الموجبة، أي أنه سيساوي هنا القيمة المطلقة لإكس.
الآن قمنا بتبسيطها قليلا، وتذكر أنه في الضرب لا يهم ترتيب الأعداد، فيمكننا أن نغير الترتيب هنا كما نشاء. إذا لدينا 3 ضرب 10 ضرب القيمة المطلقة لإكس، إذا 3 ضرب 10 يساوي 30، 30 ضرب القيمة المطلقة لإكس ضرب الجذر التربيعي لخمسة ضرب الجذر التربيعي لإكس. وبما أن لدينا الجذر التربيعي لخمسة والجذر التربيعي لإكس، إذا يمكن أن ندمجهما تحت جذر واحد، أي يصبح الجذر التربيعي لخمسة إكس. فرفع كل قيمة على حدة لقوى معينة ثم ضربهما يعادل ضربهما ثم رفع الناتج للقوة. إذا هذا كله يمكن تبسيطه إلى 30 ضرب القيمة المطلقة لإكس ضرب الجذر التربيعي لخمسة إكس.